مجاهدا بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى الحسين. نشكركم هذا أرشيف أرشيف مهرجان أرشيف مهرجان الذي أنتج وأولد كثير من النشاطات. السادس سنة منشارك في المعرض، وكتبنا هي عبارة عن كتب دينية، بس حاليا صار السوق يتطلب يعني كتب سياسية، لأن بالوضع الراهن يعني ما حدا في يستغني عن السياسة، وكتب الثقافية والروايات، الروايات الأدبية، الكتب الأدبية كمان صار سنتين بتنطلب بشكل جيد، يعني جيد جدا كمان تعتبر. المعرض يفتح أبوابه لمدة 10 أيام، زواره في أرض المعرض من مختلف دول العالم. المشاركون في المعرض مجموعة من دور النشر والشركات العربية والعالمية والإسلامية. الحمد لله المعرض يعطي فكر متنوع لكافة الإصدارات من كتب أدبية، ثقافية، دينية، علمية، كتب الأعشاب، كتب الطب. جاءت مشاركتنا في معرض الكتاب تخليدا للدور الكبير وتذكيرا بدماء هؤلاء الشهداء الذين ضحوا من أجل توفير الأمن والاستقرار لأبناء الشعب، واستذكارا لمآثر الحشد الشعبي جاءت مشاركتنا هذا.